البعض يرى بأنه لابد أن تكون هناك خطوات تركية، خطوات سعودية، خطوات عربية، مصرية، يعني لكل بلاد الأمة الإسلامية أن تكون أكثر فاعلية في سبيل إيقاف الحرب الجارية في غزة. كيف ترى مثل هذه النداءات؟ والله ضرورية، يعني العالم كله يتعجب للموقف السلبي تماما من القيادات العربية والإسلامية في أزمة، يعني هذه يعني أزمة كبرى، يعني إسرائيل أو الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين يعني يرتمي في أحضان الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهذه الدول تدعمه في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم دعاة يعني حرية ودعاة يعني المحافظة على الإنسان ودعاة شعارات كثيرة يبدو فيها الإنسانية، ولكن يبدو أنه كلام خالي تماما من الصدق وخالي تماما من يعني أمانة الموقف في أزمة كهذه. وهم رأوا بعيونهم كيف أن سلوكيات الجيش المحتل لأرض فلسطين كل خطوة خطوها في أرض غزة يعني هي جريمة حرب، فالقانون الدولي يجرم تحريك المواطنين المدنيين من مساكنهم المرة والمرة والمرة، القوانين المتفق عليها دوليا تحرم نسف المستشفيات ومصادر الخدمة العامة بشرية، الكهرباء والماء والصرف الصحي، التعدي على الأنظمة الطبية، أطباء وممرضين ومسعفين، يجرم القوانين الدولية يعني التعدي على أماكن العبادة، التعدي على أماكن التعليم. ولكن هذه العصابة المجرمة التي تحتل أرض فلسطين وللأسف الشديد تحميها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كما تحميها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ويزعمون أمام هذه العمليات الخالية تماما من الإنسانية والخالية من أي التزامات أخلاقية أو سلوكية، وظل أنهم يدعمون هذا الكيان بالسلاح والمال بشكل مريب للغاية، والتاريخ لن يرحمهم وحساب رب العالمين سيعاقبهم ربنا تبارك وتعالى. كل مسؤول في العالم يعني سمع بهذه الجرائم الإسرائيلية إن كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في اليمن أو في غيرهما، سوريا، في العراق، يعني يعلم تمام العلم أن هذا الكيان الذين عنده ولا أخلاق تضبطه ولا سلوكيات إنسانية تحكمه، هؤلاء وحوش كفرة لا دين لهم ولا أخلاق تحكمهم ولا وازع يمنعهم، ارتكبوا من الجرائم ما يجرمه كل قوانين الإنسانية في العالم. وللأسف الشديد الغرب الذي اشترك في صياغة هذه القوانين يعني يرى المذابح المتكررة بأساليب همجية للغاية في كل يوم على الشعب شعب غزة وعلى أهلنا في الضفة وعلى الإخوة في كل من لبنان واليمن، ورا الدول الكبرى تتعاون في ذلك كأنها يعني في يعني عمل إنساني كبير. والحقيقة أن التاريخ سيجرم هذه الدول وأن الله تعالى سيحاسبهم حساب الأمرين لتفريطهم في الحقوق الإنسانية وفي دعمهم لهذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين، وهذه طبيعتهم، يعني هؤلاء ليسوا يهود ولا يتسمون لليهودية من قريب أو بعيد، هؤلاء عصابة من اللصوص وقطاع الطرق الذين جيء بهم إلى هذه المنطقة للتخلص من سيئاتهم في العالم الغربي صفة عامة، وبالرغم من إدراكهم التام لخطورة زرع هذا الكيان في قلب العالمين العربي والإسلامي إلا أنهم يدعمونه ويعلمون يعني أنه يستخدم
أسلحة محرمة دوليا كالقنابل التي مكنتهم الولايات المتحدة الأمريكية منها، والقنبلة تزن 2000 رطل إلى 2000 كيلو يعني، وتهدم المنشآت التي أطلقت عليها إلى أعماق تتعدى عشرات الأمتار.